الأخبار الوطني من غرفة أخبار الوطن الجديدة. أهلا بكم. يرجى من المجتمع أن يدعم قرار الحكومة في تطبيق اللقاح فيروس كورونا 19 الذي بدأت تسجيلاته منذ شهر يناير هذه السنة. فهذه السياسة من كسب الحكومة في دفع وقطع انتشار الوباء فيروس كورونا 19 حتى هذا الجسم مستعدا وأقوى لمضاد مجيء الفيروس كورونا 19، حينما عدد المصاب بالفيروس ما زال يزداد ويرتفع من وقت إلى وقت. فقال نائب رئيس المجلس النواب في الولاية نوسة تنغارا الغربية موري هنفي أنه قد سمع بأن بعض المجتمع تحيروا وتشككوا في أخذ وحصول على اللقاح، وما كانت الأخبار الشائعة قد لم تكن حقا ولم يصدر من المصادر الصريحة. فينبغي لنا أن نأخذ بحسن الظن بما قررته الحكومة، لأجل هذا من سياسة الحكومة لمصلحتنا ومصلحة مجتمعنا. وكان هذا اللقاح تطبيقه لا يكلف على مجتمع الإندونيسية نقودا، وإن مثلا هناك الظن ولكن لأجبنا بها يوما ما على فعالية هذا اللقاح. فتحقق إجراء تطبيق اللقاح بدأ في 13 من شهر يناير هذه السنة، ومن حصل عليه أوليا هو رئيس الجمهورية الإندونيسية جوكو ويدودو وعدد الوفود من الخلفيات المختلفة مثل رؤساء عند المجتمع وزعماء الدينية. وتحقق على هذا بعد قرار وكالة الوطنية للمراقبة على الأدوية والغذاء في إباحة استعمال الضرورية له، وبعد إفتاء مجلس العلماء الإندونيسية على حلاله. ومن اللقاحات الموجودة في الإندونيسية اللقاح الصيني وأسترازينيكا، فما الفرق بينهما؟ وهل فعال هذان اللقاحان لمضاد وانتهاء انتشار هذا الوباء؟ وكما محاورنا مع إبيديمولوج جريفيث يونيفرسيتي ديكي بوديمان، حيث قال أن كلا اللقاح لهما خصائص متميزة حتى لا نفارق بعضهم بعضه، من أن اللقاح الصيني من الصين، حينما بلادنا قد أخذ بالتعاون معها منذ قديم الزمان، فصار وصول اللقاح أسرع وأسهل، ولو كانت فعالية أقل من فعالية اللقاح أسترازينيكا. واللقاح أسترازينيكا أكثر فعال من اللقاح الصيني، حيث تصل فعاليته إلى 60%، بل يبلغ 80% بنسبة اللقاح الصيني. وأما الخبر الشائع الآن عن تجلط الدم بعد استخدام اللقاح أسترازينيكا التي تحدث لبعض متلقي اللقاح أسترازينيكا المضاد للفيروس كورونا، تثير مجددا الشكوك في درجة أمانه. فمسؤول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية والمنتجات الطبية في بريطانيا قال إن هناك صلة بين أسترازينيكا ومع تجلط الدم، لكن الوكالة نفسها قالت في بيان لاحق أن تحقيقها لا يزال مستمرا وأن نتائجهم نهائية ستعلن في عدد اليومين المقبلين. فتوصية هذه الوكالة المستقلة هي الاستمرار في تلقي هذا اللقاح، وهذا لأن أكثر من 60% من البالغين من بدأ ذلك في ترقية في آثارهم الإيجابي على مصاب المرض. وتقول إن فوائد اللقاح أعلى من مخاطره. أم مجاهد من غرفة الأخبار الوطني.